وسهلا حالا استاذ نور. تفضل طلبك. تفضل تفضل. اشكركم اخواني الاعلاميين، اشكركم موظفين واعضاء شركتنا الموقره لحضوركم الكريم للتوقيع على الاتفاقيه الاستثمار مع الاستاذ نور. تفضل تفضل طال عمرك وقع. اعتقد ان مهمتي انتهت استاذ نور. نور؟ انا نور يا ثامر، نور اللي رجيتها قبل لما كنت تحسب اني المحاسب المسكين صلاح. يعطيك العافيه عامر. أنا صار لي شهور وشهور أتفاوض مع شركة ثامر عن طريق الإيميلات اللي عقدتها الشراكة، وعلشان يطمن قلبي أكثر وأكثر حبيت ألعب هاللعبة الصغيرة مع أخوي عامر إلين أتأكد من مصداقية الشركة. أول يوم قابلت فيه الأستاذ نور كان في المطار. ما شاء الله عليك، صدق اللي خلاني أركب معك إني حسيت إنك شاب طموح وتحب تشتغل وتتعب وتعتمد على نفسك. الله ما يسلمك، تعرف نكد في وقت الفراغات، طلع حق البنزين، حق اثنين شاورما. الشغل مو عيب. هذه لك. ما ادري ايش اقول لك صراحة، لكن تستاهل كل خير. خذ هذه مقابل امانتك. أمانتي ما أخذ عليها فلوس. مع السلامة. ادعيت أني محاسب بسيط واكتشفت أنه فيه رشاوي ومشاريع وهمية وفساد ماله أول من تالي وكلها مكاسب حرام. هذا العقد بالله يشرب مويته. أجل نور عساف ها؟